ما يرام. يعني البطالة مرتفعة، دائرة الفقر متسعة، هادشي بشهادة ديال المندوبية السامية وديال كلها تقارير. بعدا نتكلموا على التقارير الوطنية وأن الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية اتسعت، وبأن الناس ما بقاتش كتقرا، والهضره المدرسي 300 ألف حتى 400 ألف، وأن 1.4 مليون ألف ديال الشباب ما بين 15 سنة و 24 سنة ما قارين، ما متكونين، ما متعلمين، وبأن هناك فساد وصل دواليب الدولة كلها، ولقينا برلمانيين فاسدين أكثر من 30، ولقينا ناس اللي هما كيسحبوا هذه البلاد بأنها بقرة حلوب خصهم ينهبوها. إذا الأوضاع ديالنا ليست على ما يرام. المرأة المغربية بدات كتساهم في التنمية ديال بلادها ملي دخلت المدرسة وملي حتى هي ولات كتعاون وكتشتغل. هادو جوج ديال العوامل الأساسية. اليوم المرأة المغربية اللي كتشتغل يلا 20% ديال النساء نشيطات. اليوم أكثر من 60% ديال النساء عنفوا من الصغر ديالهم حتى الكبر ديالهم، العنف الجسدي والعنف النفسي. المرأة المغربية مازال كتعيش عيشة بدائية في الجبال في القرى. المرأة راه ماشي في عيشة رغدة وحنا قلنا عاجين نزيدوها شي حق. اليوم المرأة والرجل المغربي عايشين عيشة الدبانة في البطانة كيف كيقولوا، عايشين مظلومين مقهورين سواء عايشين في المدينة أو عايشين. ولهذا ملي كيجي واحد المقترح ديال تعديل مدونات الأسرة اللي بالمناسبة ما كتهمش غير المرأة، كتهم المرأة، كتهم الرجل، كتهم الأطفال. حنا بغينا أسرة متوازنة، بغينا المسؤولية تحملها المرأة ويتحملها الرجل، بغينا واحد الأسرة اللي تبنى على الود، واحد الأسرة تبنى على التضامن، على التعاون. بغينا الزواج يكون كيف كانوا كيقولوا بالنية، وحتى ملي كيكون طلاق حتى هو ما يكون حتى شي ضرر. حنا كنقولوا ما يمكنش ملي كيكون يعني المشكل الاجتماعي والفقر وكتنفجر الأسرة، ما يمكنش ندخلوا الراجل الحبس إلا ما قدرش يخلص النفقة. رخص الدولة خصها دير صندوق ديال التكافل باش يمكن. واش الدراري الأسرة تشتت والدراري شافوا باهم مشى، ما مشات يشوفوا باهم في الحبس، ماشي معقول. ثانيا النفقة ولا هادشي، الدولة أولا هي اللي خصها تكلف. ما تشوف إذا كان الأب ممكن ليه باش ينفق خصو ينفق. إذا خصنا نمشيو من أجل إحقاق العدل والإنصاف، ماشي شي حاجة واحدة أخرى. حنا ملي كنشوفوا الغرب اللي تحللات القيم ديالو، حنا ما عندنا علاقة بهذوك الناس، ما عندنا علاقة، ما يبقاوش يخربقوا هالعلمانيين باغيين يديروا لنا. لا، حنا كنآمنوا بأن النواة الأساسية ديال المجتمع هي الأسرة. هاد الأسرة خص المدرسة تكون بالمجان باش يقراو الدراري، خص الصحة تكون بجودة عالية وبالمجان باش الدراري يطلعوا صحاح، لأن لو وفرتي لهم الصحة والتعليم بالمجان وجيد راك عطيتي انطلاقة للتنمية ديال الأطر اللي غادي تكون غدا، غادي تكون في الجهات وتكون في المغرب كله. ولهذا حنا شحال هادي كانت عندنا حركة وطنية رائدة هي اللي كتنوض كتضارب، بغينا والحقوق ديال المرأة حتى في سنوات الجمر والرصاص اللي كانوا بعض الشلاغمية ما كيهضروش. المرأة المغربية خرجت وجمعت 1 مليون توقيع باش تقول واك واك عباد الله. راه ما يمكنش المدونة مكتوبة في واحد الأسلوب، إلا جاو حباب راجلك حباب، إلا جاو حبابك أنت راجلك عنده الحق يجري عليهم. كان مكتوب هادشي في المدونة، حتى واحد ما يقبل بهذا الشيء، لأن الأمور خصها تبلع على المودة وعلى المنطق وعلى العقل، واحترمني نحترمك. اليوم انا شفت الزلزال ديال الحوز مع كل اسف وقف، ولكن بين بان المغاربه عندهم قيم رفيعه ديال التضامن. ملي جا هذا الورش قلنا هذا يفككونا عاوتاني، ضرب فيا نضرب فيك، لان احنا عندنا الجهل المؤسس، مدرستنا فاشله، وعندنا الجهل المقدس. ليس لنا ثقافه دينيه في المستوى، احنا عندنا جوج ناس سامعين جوج فتيات وكلشي كيفتي ويشير، حتى من الشهاده الابتدائيه كيقول لك اش خاصك دير. لا، احنا بغينا اليوم الاجتهاد بالعقل، بغينا نعيطوا كاينين مجتهدين في المغرب وخارج المغرب ونشوف واش كيقولوا، ونديروا التأويل الصحيح اللي فيه العدل، لأن الله حق وعدل. ما يمكنش يجيني شي واحد ما ناعش مزيان ولا هو معنف يعني اجتماعيا حتى هو باغي يمارس العنف لا على المرأة ولا على المجتمع. ولهذا أنا كنطلب من الشباب اليوم أنه يتقفوا راسهم، يكون ورش كيف ما كان، كيف ما كانت الجهة اللي دعات ليه، وكيف ما كان يمكن الخلفيات اللي تكون. أي حاجة طرحات خصنا حنا نحورها لصالح هذا المجتمع، لصالح الأسرة المغربية، لصالح الديمقراطية، لصالح المستقبل ديال الجهاد، باش نرفعوا راسنا كمغاربة. إذا ما نبقاوش حنا نشوفوا الخزعبلات. راه حنا عندنا اليوم الجهة المؤسس والمقدس، وكاين تدخل خارجي كيفرض علينا توجهات. حنا خصنا نفيقوا ونتنفضوا باش يمكن لنا ندافعوا على سيادتنا، وندافعوا على قراراتنا، وندافعوا على اسرتنا، وندافعوا على مستقبلنا كشعب يستحق ان يعيش. حنا غدا في القرن 12 دينا وقبل الانوار الاوروبا، ودابا حنايا نعيشوا في الظلمات.
كيف يعقل كل مره تطرح قضيه المراه كاينو داك شي واحد يقول لا خويا انا باغي نتعدد. انت ما عندك ساعه ليله باغي تعدد؟ اش من تعدد؟ التعدد اكبر ظلم وجا في سياق معروف، وكاين العلماء اللي هما تيفهموا في الفقه وفي التفسير ديال الدين والتاويل الصحيح كيفسروا كما ينبغي. الارث كذلك حتى هو كاين خاص يدار فيه اجتهاد، ماشي نحيدوا لهذا نعطيو لهذا. حنا بغينا نكونوا منصفين، ما بغيناش انه يموت الاب اسره فيها غير البنات ويتلاحوا في الزنقه، يجي ولد خالت عم تمول الباش يقول لك انا راني سميتو الاصول، لا هادشي ما كاينش. وهذاك الشيء اللي كيقول لك لا وصيه لوارث، رجاء المشاهدين وفسروا لنا كل حاجه. لهذا خاص يكون الغرض ديالنا هو مقاصد الشريعه من اجل العدل والانصاف، باش يمكننا نهضوا كالشعب اللي هو دا الانوار ونعاود نخلقوا الانوار هنايا ونعيشوا في امن وسلام. حتى واحد ما يقولنا راه غيكثر الطلاق، بالعكس الا تبنى الزواج على الموده وعلى الاحترام وعلى التضامن ما غاديش يكون الطلاق، ما غاديش يكون الكذوب، ما غاديش يكون النفاق، وغادي نصونوا الاسره. ثم مشاكل اخرى مطروحه، كاين اطفال بلا والديهم، اليوم خاص يتفرض الحمد النووي الا تعرف باه يتسمى الباه. علاش نخليو حنا الدراري ضايعين؟ اليتامى بالالاف بالملايين موجودين وضايعين، حيت حنا ماشي ايتام نحطوا راسنا في بلاصتهم، نحطوا راسنا في بلاصتهم، تا هما باغيين النسب ديالهم، باغيين يتعرفوا، وعلاش ما تعطاهمش حقوق؟